جزاكم الله خيرا. بعض الأئمة يتركون مساجدهم في رمضان لأخذ العمرة، فإذا أناب الإمام إماما آخر بنفس المستوى فهل في ذلك بأس؟ إذا أناب من يقوم بالعمل من له كفاءة فلا بأس بذلك، ولكن الأولى أن يبقى هو في المسجد، لأن بقاءه في المسجد أفضل من ذهابه إلى العمرة، لأنه يؤدي عملا كلف به، ولأنه يؤم المسلمين وينتفع هو بنفسه وينفع المسلمين الذين يصلون وراءه ويعمر مسجده بالصلاة وإحياء ليالي رمضان، هذا أفضل من كونه يذهب إلى العمرة. أما إذا كان يترك المسجد ولا يقيم فيه من ينوب عنه من فيه كفاءة فإن هذا لا يجوز، هذا حرام عليه، لأنه يترك عمله الواجب ويذهب لأداء سنة، ولا شك أن الواجب مقدم على السنة. نعم.